إذا كنت من المتابعين الجدد، اشترك الآن في القناة ليصلك الجديد بالضغط على الزر الأحمر أسفل القناة مع تفعيل الجرس، ولا تنسوا دعم المقطع بلايك. شكرا لكم جزيل الشكر. فضيلة الشيخ وفقكم الله، وهذه امرأة تسأل فتقول: إن زوجها أصبح لا يصلي إلا نادرا بسبب الوسوسة، وربما جمع الصلوات، وهو متضايق من ذلك وعالج نفسه عند أطباء نفسيين، ولكن ما زال على حاله. سؤالها: هل يجوز لها أن تبقى معه وهذه حاله من تركه الصلاة فروضا كثيرة بسبب ما ترك الصلاة، لكن أصابه الوسواس وما ترك الصلاة متعمدا، ما تركها بسبب الوسواس، يعالج الوسواس، يعالجه بالاستعاذة بالله من الشيطان، بترك الوسواس، بالعلاج النفسي إن كان به يعني مرض نفسي تسبب في العلاج. نعم.